عقد مجلس النواب مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه اللجان البرلمانية الدائمة حصاد إنجازات أعمالها وأهم الموضوعات والقوانين التي تم طرحها ومناقشتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس من مشروعات ومراسيم وقرارات واقتراحات. وذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سعادة النائب علي إسحاقي أن اللجنة عقدت 30 اجتماعا وأنجزت 13 موضوعا، فيما أوضح سعادة النائب محمد البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة أنجزت 12 موضوعا. وأشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سعادة النائب الدكتور هشام العشيري إلى أنه تم إنجاز 9 موضوعات، ونظرت اللجنة في أكثر من 80 موضوعا لإبداء الرأي، فيما ذكر سعادة النائب عبد الرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن اللجنة أنجزت 41 موضوعا. أما سعادة النائب عمار جنبر رئيس لجنة الخدمات بيّن أن اللجنة أنجزت 59 موضوعا. عرض علينا 26 مشروع، أنجزنا تقريبا 14 مشروع منها. طبعا ربما يتساءل سائل لماذا 14 مشروع من 26؟ احنا طبعا اللجنة تشتغل بالكم بالكيف وليس بالكم، لأن احنا عندنا طبعا قوانين مهمة هي قانون العقوبات، كذلك احنا قدرنا نمشي مشروع بقانون بخصوص الوفيات والمواليد. هذا المشروع ظل في السلطة التشريعية لمدة 10 سنوات كان موجود. ما يتعلق بالاجتماعات، كان لدينا العديد من الاجتماعات، تقريبا 20 اجتماع طيلة الدور العقد الأول، بالإضافة للاجتماعات الخارجية والإضافة لاجتماعات تتعلق بالأمن الداخلي، تتعلق بتوجيهات جلالة الملك، اجتماعات مع معالي وزير الداخلية وعدة اجتماعات أخرى سواء مع الرئيس أو غيرها. أبرز الأمور اللي قمنا فيها، طبعا كنا احنا متواجدين في برنامج عمل الحكومة بشكل أساسي وكبير، لأن برنامج عمل الحكومة هو اللي بيترتب إلى أرقام فيما بعد، وهذا اللي صار. والشغلة الثانية عندنا موضوع الميزانية العامة للدولة واللي خذ من وقتنا الكثير، والحمد لله قدرنا نخلصه في وقت قياسي مقارنة مع المجالس السابقة والمحافظة فيها على مكتسبات الناس فيها.